في طريق ميليشيا الحوثي والمخلوع لفرض الحصار على مدينة تعز من جهة الجنوب، ارتكبت بحق المدنيين جرائم وحشية. في 16 من مايو 2015 اقترفت الميليشيا مجزرة بشعة بحق المدنيين العزل في قرية الظهرة بعزلة مصفر الواقعة في إطار مديرية المسراح. قصفت الميليشيا هذه القرية الصغيرة بقذائف صاروخية أسفرت عن مقتل 7 مدنيين منهم 4 نساء وإصابة 7 آخرين. 3 قذائف، القذيفة الأولى جاءت إلى جوار بيت واستشهد امرأة. على إثر هذه المجزرة اضطر سكان القرية للنزوح القسري إلى مناطق مجاورة، بينما اجتاحت الميليشيا القرية فلم يوفروا شيئا نافعا فيها من ممتلكات الأهالي إلا استهدفوه بالرصاص. ولما جاءوا عندنا ما فيش معانا من دافع علينا، ما فيش معانا من ينتبه علينا من المقاومة أو حاجة، جاءوا خرجونا من البيوت الحويثة. عندما جاءوا الحويثة لهنا الحوثيين تم تشريدنا من القرية، القرية كامل، ونزحنا منهم، نزحنا ومنهم إلى التربة ومنهم إلى كل مكان، وتدمير بالبلاد، ومنهم إلى جبل صبير، ودمروا المنازل ودموا وشهتنا. البيوت مضربت كلهن مخزقات، مكسرين الأبواب، الأقفال، يضربوا العرض هون، في صواريخ جاءوا شلوا بيوت، يعني حقنا الخزانين هذول كرا مخزقين مع لا بقية حتى تانك اللي ما تخزقش، كل حاجة تدمرها. لم ولن ينسى سكان الظهرة ما حل بقريتهم ذلك اليوم، ذاكرتهم وذاكرة الجدران والأشجار والأحجار كلها تحتفظ بالتفاصيل، وهذا القبر الجماعي لشهدائهم سيظل ذكرى خالدة لوجع مفاجئ أصابهم دون ذنب جنوه أو خطأ ارتكبوه. أصابتهم جميعا القذيفة الثانية بعد أن تجمعوا لإنقاذ ضحية القذيفة الأولى، قذيفتان 7 شهداء ضمهم جميعا قبر واحد. بنت أصيبت يعني زوجته، نحن ما بين الفتره الاولى قفزنا على طول، فاذا بصاروخ كاتيوشا ياتي يعني بعد 5 أو 4 دقائق، فاوصي يعني اسمه استشهدوا 2 اولادي وثلاث اسمه 4 نساء، كذلك يعني بنت طفله عمرها اسمه ما يقارب 1.5 سنة كذا وبترت رجله. اسرار طفلة بريئة شوهت حرب ميليشيا الحوثي والمخلوع زهرة طفولتها بعد أن جعلت منها قذائفهم معاقة ويتيمة. والدتها التي هبت لإنقاذ جارتها كانت واحدة من الشهداء الذين قضوا في ذلك اليوم. أسرار جاءت يعني من المنقذين، هو جماعة من القرية، وكانت ماسك لي أسرار، وبعدين قال القذيفة الثاني استشهد أمها، والطفلة أسرار يعني أصاب بالريق وصابوا يعني استشهدوا 7 هنا بل من القرية من الجيران، و7 إصابات. والقذيفة الأخيرة بعد ما رجعنا ساروا قدر لنا قذائف، كان في هنا شيء بعده شيء بس سرحونا، ما حد تابع بعده ولا حد، يعني المهم من إحنا وأنا بهذا الحالة كأن إحنا ما إحناش مسجلين بالكشف حقها اليمن كامل ولا لنا أي متابعة. لم تستوعب أسرار قبح ما جناه عليها القتلة العابرون، لكنها مع الأيام ستدرك معنى الإعاقة ومعاناتها. حالها وهي تتحسس قدمها المبتورة يستنهض كل مشاعر الألم والحزن. تجلس أتخيل لما تشل الصندال تعمله فوق الرجل وشلال الرجل الثاني، تدور عينها ايش تعمل رجل الصندال الثاني. بسم الله ونعم. أسرار كغيرها من أهالي القرية المنكوبة الذين لا يزالون في انتظار حقهم من الاهتمام والرعاية، سيما والحرب التي اقتحمت هدوء الريف قد حولته إلى مخيمات نزوح مفتوحة لكثير من الضحايا. خرجنا نازحين فارين من بيوتنا إلى منطقة التربة، ونحن الآن لا نجد سكنا ولا نجد حاجة، لقانا إلى هذه المدرسة، وظهرنا هذه المدرسة وجاءت الدراسة وزحمة الطالبات وزحمة الطلاب، إذ أن اضطرينا أن نجمع الأسرتين أسرة واحدة داخل فصل.
حركة النزوح التي شهدها ريف تعز سيما في الشمايتين التي تتوسط مناطق المواجهات لم تكن مسبوقة، ولم يجد النازحون من المساعدات ما يكفي ليخفف عنهم وطأة ظروف الحرب والنزوح. النازحين الذين وصلوا إلى مديرية الشمايتين يزيد عن 27 ألف أسرة في عموم المديرية في الريف وفي مدينة التربة خاصة، يزيد العدد عن 3700 أسرة، بخلاف مراكز الإيواء التي بلغت تعدادها في المديرية ما يزيد عن 27 مركز إيواء فيها ما يقارب 230 أسرة، حوالي قرابة 900 فرد في هذه المراكز، مراكز الإيواء. ضحايا مجازر ميليشيا الحوثي والمخلوع يتضاعفون مع استمرار جرائم هذه الميليشيا، والصواريخ ليست السلاح الوحيد الذي استهدف حياة السكان هنا، بل إن ملامح المأساة تتكشف باستمرار. فمئات الألغام التي زرعتها الميليشيا في دروب الحياة في المناطق التي عبروا منها تسفر عن ضحايا من الأبرياء المدنيين بين فترة وأخرى. تم جمع كميات كبيرة من الألغام من مديرية المسراخ، ونتوقع أن تكون هناك كميات كبيرة أخرى موجودة تحت الأرض وأخرى بأيدي المواطنين، وهذا ما تسعى المنظمة الوطنية لمكافحة الألغام في هذه المرحلة للعمل حوله وتجنيب المواطنين من أبناء مديرية المسراخ والقرى والمديريات المجاورة لها خطر هذه الكارثة. ومن الواجب أن يواكب المسار السياسي والعسكري للسلطات الشرعية اهتمام إنساني بضحايا الحرب والنزوح للحد من اتساع دائرة الألم الذي تخلفه جراح الحرب ووحشيتها. الضالع، بوابة الوحدة وعنوان الإباء. يخوض رجالها منذ عام معركة الحسم لصالح الدولة والشرعية في جولات كر وفر بما تيسر لهم من إمكانات وتسليح، ومن لا تقتله رصاص المواجهات قد تناله ألغام الحقد التي زرعها الإنقلابيون. قدمت الضالع حتى فبراير 2016 قرابة 800 شهيد وأكثر من 1000 جريح، ولا تزال تخوض بصمت معركتها الوطنية. كل يوم يمر يسفر عن معاناة حقيقية يعيشها جرح المقاومة في الضالع. جرحانا يعانون من نقص في الإمكانيات وفي العلاجات، وبحاجة إلى مستشفى ميداني إلى جبهة مريس، وكذلك نعاني من نقل الإصابات. قد تم علاجنا على حساب الأهالي، نجيبهم الخاصة ونفقاتنا الخاصة إلى نصف المرحلة، ونريد إكمال المرحلة. فأنتم ترون جرحانا الذين يعانون من المرض ومن الإصابات، وكل ذلك على نفقات أهل المنطقة. حالة من الإصرار والكبرياء تتجاوز الآلام التي يعانيها الجرحى الأبطال، يتسامون فوق جراحهم ويتحدثون بكبرياء عن رغبتهم في العلاج ليس لأجلهم بل للعودة إلى ميادين البطولة. بزني لغم في قبل مطرح، زرعوها كلاب الحوثة وعفاش، وصلنا القاع وصلنا ناضل حتى نبتك إرباً إربا يرحلوا ما معهم بلادنا. عيسى أحمد صالح الأصحب من أبناء مريس الصمود، أحد رجال المقاومة فيها، أب لطفلين، ونموذج لحالة الافتقار للدعم الحكومي للجرحى. بات رهن دعامات حديدية قيدت حركته وأقضت مضجعه بانتظار التدخل اللازم لإنهاء معاناته. لي أكثر من جارين والجراح ما زال على ما هي، لن أستطيع أقوم حتى أبز شربة ماء. عيسى واحد من مئات الجرحى في جبهة مريس وأخواتها، خاضوا المعارك ببسالة وبما توفر من سلاح شخصي وبعض الدعم اليسير، وبمسؤولية وثبات أدوا ويؤدون واجبهم تجاه الأرض والوطن. هم اليوم في حاجة ماسة وملحة لأبسط وسائل الإسعاف للإفلات من مصير الموت نزفا. جراح عيسى شاهد حال على ذلك. أصابتي الساعة 11:30 بالظهر،
وتم إسعافي الساعة 3 والعصر، نقلوني إلى قاطبة. من قاطبة الضالع يعني لم نجد مستشفيات إلا بعدين، يعني أن عندنا ما فيش مستشفيات حكومية أو كذا، أو المستشفيات في مديرية دمت، ودمت مغلقة علينا. بعضهم من مات بسبب النزيف، بسبب كذا، بعضهم جلس من 5 ساعات أو 6 ساعات لن يقدر أحد يوصله حتى توفي من النزيف، وهذا الذي نحن نشكي منه كجرحى. حالة التقصير الحكومي في علاج الجرحى واضحة، ويبدو أثر ذلك جليا على أجسادهم، إذ يضطر الأطباء لبتر أطراف الجرحى عند العجز عن علاج الجروح المفتوحة جراء إصابات في المواجهات أو تلك التي نتجت عن الألغام التي تزرعها الميليشيا في المناطق التي يدحرون منها. به منهم من هو مبتوك رجله، به منهم من هو منقوش نقش في شظايا يعني هاونا، في منهم من هو يعني ما فاقد الذاكرة، مصطاب، يعني كثير الجرحى، حالتهم مزرية جدا. نسأل الله الشفاء لهم. شهران مر كسنوات عجاف، وعيسى وأمثاله يتصبرون على أمل أن يطرق أبوابهم داعي الحكومة للسفر للعلاج. شهران وربما تزيد طالما الإهمال مستمر والأعذار تتكرر، وخطر البتر والتعفن باتا كابوسا يلوح كلما تأخرت الحكومة عن أداء واجبها تجاه الجرحى الأبطال. كما ترون شهرين ولا في أي تحسن، بعضهم من تضمرها أقدامهم، بعضهم من بتروها، يعني وهي تحتاج علاج لكن ما فيش إمكانيات يرجعوا يبتروها. كأبطال يتعالى الجرحى على ما بهم من وجع، وفي مناشداتهم وأحاديثهم إلينا كان تركيزهم على ما تحتاجه الجبهة أكثر من الحديث عن أحوالهم الشخصية. يريدون العلاج ليس لأجلهم، بل لأنهم يريدون العودة للجبهات ليستكملوا ورفاقهم تطهير المحافظة من الميليشيا الدخيلة، وما يطلبون ليس أكثر مما يقدمون. ونطالب منهم أن يهتموا بالجرحى لكي نعود نقاتل. نناشد الحكومة الشرعية ونناشد محافظة المحافظة بالدعم اللوجستي والدعم العلاجي لجرحانا، فهم فلذات كبادنا، فهم قدموا أنفسهم وقدموا قطرات دماءهم الغالية من أجل الدفاع عن مريس والدفاع عن عدن والدفاع عن الجنوب والدفاع عن اليمن كله. إذا ما تهتم شيء البناء الحكومة من سيهتم فينا؟ نحن نقاتلنا من أجل استعادة وطن، من أجل استعادة الشرعية للوطن. لا نطالب منهم مالا أو كذا، نطالب منهم أن يعالجونا فقط لأجل نرجع إلى جبهات القتال. يسيرة هي المواد التي وصلت لإغاثة المتضررين جراء الحرب، لكنها لم تكن كافية، فالحاجة والعوز أكبر وأكثر. ندعو إخواننا في التحالف البرد والتعاون مما نعانيه في مواجهة أولئك الطغاة البغاة الذي جاءوا للاعتداء على بلدنا وعلى وطننا. واقع الحال يتجاوز حاجتها الآنية للإغاثة، فهي من أكثر المحافظات حرمانا من الخدمات الضرورية والأساسية، وهي لضرورات الحياة المستدامة أكثر حاجة من سواها. الحشا نموذج تمثل احتياج معظم مديريات الضالع 9. انعدام تام لكافة الخدمات التي تمثل يعني تمثل وجود للدولة في 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 مديرية الحشا، يعني الأشياء الأساسية لا توجد. إذا أراد يعني الناس أن يأخذوا أي خدمات فإن كل شيء بعيد عنهم. حالة صعبة تلك التي يعيشها أزيد من 600,000 نسمة، هم تعداد سكان الضالع. وفي ظل هذا الوضع تصبح أوضاع الجرحى مركبة وظروفهم معقدة، ويكونون في مسيس الحاجة لتدخل عاجل وسريع للحد من معاناتهم. فمن أصدق قولا وفعلا ممن بذل دمه وروحه فداء لأجل الوطن.